طموح الشباب انه يحرق ويمشي يشق البحر. مصروف ده لو تهز 10 مليون وتخص بهم ربي تحرق من تونس. الاخير 50 مليون توا هجا بهم لكندا. تونس اني ما عشت عايش، تمشي تاخذ باكو حليب ب 15 مليون وانت تخلص الصالير طايح 50 مليون حرقه باص. صعبت انك ما عشت نجم تعيشها. تو فينا احنا في 2022 مازالت الدنيا قدام ومازالت 50 مليون ما تنجمش تعيش كما تجيبش كهرباء. 50 مليون انت تحب تعيش تعمل كهرباء وتعمل دار وتعمل صغار تعمل في صنعه ولا تمشي عندك صنعه. انت مثلا عندي صنعه بتاع سودير نمشي نزغ هذيك تولي تتحرك بشوي تولي تخدم وتولي ربي يسهل لك وتعمل مخ وتركز. والله في تونس صعيب ياسر باش انك تكبر وتبدا بروجي ب 50 مليون سي. هذه فكره نحاها من مخ. 50 مليون تو ما عادش يشريو لك حتى ارض باش تبني دار اصلا ما عادش يخلطوك. ما تنجمش تحل بهم الدروغ ستور، دخان ما فماش، سميد ما فماش، سكر ما شو تحل بالضبط في تونس؟ شو تاخذ بشحال ريستورون؟ ريستورون ب 50 مليون هذاك اش ماشي راهو في تونس؟ ماكله قهاوي تحت 200 مليون ما تنجمش تحل حتى بروجي. انا نشوف روحي اليوم انا انسان غرامي حاجه اسمها كوجين باش نحل مثال في ريستو حاجه كلاس مش موجوده كيفها في القروين. نحب نحل حاجه بيه بيه على الاقل على الاقل تحت 200 مليون ما تنجمش تحل. تالي ممكن تهبط بيهم كهرباء وممكن تعمل بيهم بروجي. توا ممكن تخمم في بروجي وتبدا محصور معناتها مش هم لي بروجي الكل باش تنجم تعمل بيهم 50 مليون يعني نحكيو على مينيموم. دونك نخمم الحقيقه اول حاجه الهجره نمشي لبلاد تحترم الشباب نرجع برشا فلوس اخرين ونستثمرهم في تونس خاطر بالحق بالكريزه هذيا اللي في تونس يعني مش اي مشروع ناجح حتى كان برشا فلوس مش تخص. فهمتوا ماهيش مش تمشي معناتها هي كريز كامله يعني مش مشكله فلوس والبيدجي نتاعك قداش راه مشكله انه العجله ماهيش قاعده خاطر تجيبي تعطيني حتى مليار توا ونحطه في بروجي ومعناتها 70% ما ينجحش دونك نخسره معناتها البروجي هذاك متفلسينمون ونخسر البيدجي. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.